فإن الغسل ينقسم إلى قسمين، قد يكون من جنابة أو يكون من حيض مثلا، يعني يكون غسل بسبب الحدث الأكبر، إما جنابة أو حيض أو نفاس، أو يكون غسل عادي، إنسان مثلا يريد أن يغتسل اغتسالا عاديا بسبب مثلا العرق، أو بسبب مثلا كثرة الغبار، أو للتنظف يعني. فهذا له أحكام وهذا له أحكام أخرى، لكن عموما الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله هو أحكام الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة هو لثلاثة أشياء كما ذكرت، إما أن يكون من جنابة أو من الحيض أو من النفاس. كل هذه الأشياء سوف نصف لها وصفا واحدا ويعمها جميعا. الدليل على وجوب الغسل من الجنابة قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمرهم إذا كانوا جنبا أن يتطهروا. وذكر أن الغسل من الجنابة كان معروفا أيضا في الجاهلية، فكانوا حتى في الجاهلية يغتسلون من الجنابة. وأذكر أن بعض الأطباء ذكر بأن الجسم إذا أصابته الجنابة يفرز بعض المواد التي تغطي الجسد، تكون يعني فوق الجلد، فإذا اغتسل المرء ذهبت عنه هذه المواد التي كونت طبقة وصار أنشط. ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن يدرك المرء جسده أثناء الغسل من الجنابة، وهو السنة. أيها الأحبة الكرام، موجبات الغسل أولها خروج المني من مخرجه سواء كان من الذكر أو من الأنثى، ولا يخلو إما أن يكون في حال اليقظة أو أن يكون في حال النوم. لما قلنا خروج المني من مخرجه، يعني المخرج الشرعي المعروف العادي، لو مثلا إنسان ذهب إلى المستشفى وأخرج منه المني، هذا لا يجب منه الغسل إذا كان يخرج دفقا بلذة. أما إذا خرج بغير دفق ولا لذة فلا يجب منه الغسل. يعني نفرض مثلا أن شخصا كان يمشي فانزلقت رجله ووقع على ظهره فرضا وتسرب منه مني، فهذا لا يجب منه الغسل لأنه لم يخرج دفقا بلذة. طبعا قد يخرج المني من الرجل أو من المرأة إما في حال اليقظة، أو أحيانا قد يخرج منه في النوم أو بالوطأ الشرعي بين الرجل والمرأة. إذا خرج في حال اليقظة يعني يشترط هذان الشرطان التي ذكرته قبل قليل، أن يكون دفقا بلذة. إذا خرج في حال النوم، لو إنسان استيقظ من منامه ووجد على ملابسه مني، ما ينبغي أنه يتفلسف ويبدأ يقول لا أنا لن أغتسل لأنه يمكن يكون خرج بغير دفق ولا لذة. نقول لا، في النوم أنت ما تدري عن اللذة ولا تدري عن الدفق، هذا قد لا تعقله وقد تنساه. فإذا خرج في النوم فإنه يجب عليه أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. أما إذا كان في النوم واستيقظ ويذكر أثر احتلام، يذكر مثلا أنه رأى في منامه امرأة ووقع كذا وكذا، لكنه لم يرى أثر مني في ملابسه، هذا لا يلزمه الغسل، فهذا لا يجب عليه الغسل، ويكون كحال من قبل زوجته ونحو ذلك، ثم لا يلزمه أن ثم لم يقع منه وطأ لها، لم يقع جماع، فلا يلزمه الغسل. الأمر الثاني عندنا من موجبات الغسل هو وطأ الرجل لامرأته. ووطأ الرجل لامرأته يشترط لأجل أن يجب عليه الغسل أن يكون وطئا تاما، أن يكون وطئا تاما. أما إذا كان الرجل، نفرض مثلا أن الرجل مثلا اقترب من امرأته ثم أنزل لكن لم يقع منه الوطأ الصريح، ففي هذا الحال يلزمه هو الغسل لأنه أنزل، أما هي فلا يلزمها الغسل إلا إن وقع منها أيضا إنزال. وهذا الكلام قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي بعض الروايات قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن يجب عليها أن يغتسل ويجب عليها أن تغتسل إذا وقع الوطأ، سواء حصل منهما إنزال أو لم يحصل منهما إنزال. الأمر الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إذا أسلم الكافر. وإسلام الكافر أيها الإخوة والأخوات اختلف أهل العلم فيه، هل يجب فيه الغسل أم لا يجب عليه الغسل؟ والصحيح أنه يسن له الغسل ولا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بين يديه الفئام من الناس، الأعداد الكبيرة، ولم يكن صلوات ربي وسلامه عليه أمرهم بالغسل. الأمر الذي بعد هذا من موجبات الغسل الموت. الموت، الموت طبعا لا يجب على الميت أن يغتسل، ما هو مات وانتهى، لا يجب عليه أن يغتسل، لكن يجب أن يغسله أهله أو يغسله المسلمون عموما. وتغسيل الميت فرض كفاية كما ذكر أهل العلم، إلا في واحد من أنواع الموت لا يجب تغسيله وهو الشهيد، نسأل الله أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله. فإن هذا الشهيد لا يغسل، وإنما يبعث يوم القيامة بدمائه تسيل جروحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الأمر الخامس
من موجبات الغسل انقطاع الحيض، والسادس هو انقطاع النفاس. كيف يغتسل الإنسان؟ صفته كالتالي. طبعا عندنا نوعان من الغسل. عندنا غسل هو السنة أن يفعله المرء، السنة أن يغتسل بهذه الطريقة التي سأقول، ثم بعد ذلك نذكر الغسل النوع الثاني الذي هو الغسل المجزئ الذي يرفع عنه الجنابة فقط. أول أنواع، أول شيء في الغسل أن ينوي بقلبه إزالة الجنابة، أن ينوي بقلبه رفع الجنابة. طبعا ما يتلفظ، ما يقول نويت أن أرفع الجنابة ثم يغتسل، لا، فقط ينوي بقلبه. الأمر الثاني ثم يسمي، يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه. إذا غسل فرجه، طبعا هذا للرجل والمرأة، إذا غسل فرجه بعد ذلك غالبا يكون اليدان، تكون اليدان فيهما شيء، فالسنة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته يضرب بيديه على الحائط ثم يفركهما، وذلك لأن الحائط عندهم كان طين، فكان إذا ضرب بيديه على الحائط التصق في يده شيء من التراب ثم يمسح. أما في عصرنا فالحائط ليس طينا، أحيانا يكون رخام في الحمام أو نحوه، ففي هذا الحال يأخذ صابون أو نحوه أو شامبو أو غيره ويغسل يديه حتى يتمضمض ويستنشق غيره بيد نظيفة. بعدما يغسل فرجه ويغسل يده بعد الفرج يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، يتمضمض يستنشق يغسل وجهه يغسل يديه إلى المرفقين يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، وضوء كوضوء الصلاة. ثم بعد ذلك يعمم جسده بالماء، يبدأ برأسه حتى يشبع شعر الرأس، ثم بعد ذلك يعمم الجسد على بقية جسده. والسنة له أن يدلك يديه أن يدلك بيده على جسده حتى يعني يعتني إذا كان هناك مكان ما جاءه الماء أن يصيبه. ينبغي طبعا أيها الإخوة والأخوات أيضا عند الاغتسال أن يعتني المرء بمغابن جسده، مغابن جسده بعض الأشياء التي قد لا يصلها الماء، كمثل مثلا تحت الإبطين ينبغي له أن يحرص على أن يغسلهما، ما تحت الفخذين. هذا فيما يتعلق بالغسل. إذا انتهى من الغسل يخرج من مغتسله ويذكر الأذكار الشرعية الواردة بعده، مثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للمرأة الحائض والمرأة التي طهرت من النفاس، طريقة الاغتسال واحدة، إلا أن فيه فرق بسيط. إذا كانت المرأة شعرها طويل وكانت قد جعلته جدائل، فإنها عند الجنابة لا يشترط أن تفك الجدائل، لكن ينبغي أن تحرك الماء إلى أن يدخل إلى أصول الشعر، هذا في الجنابة. أما وذلك لأنها قد تتكرر فيكون مشقة عليها في فك الشعر وربطه. أما بالنسبة للحيض فإن المرأة تفك شعرها عند الحيض وتفكه أيضا عند النفاس، ولا بد أن تفك الجدائل هذه ثم تغتسل اغتسالا تاما حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر. كذلك ينبغي الإخوة والأخوات أن يحرص على أن يصل الماء إلى أصول الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنقل البشر كما عند أبي داود والترمذي. لا ينبغي طبعا للمغتسل أن يسرف في صب الماء، فالمشروع أن يقلل من الماء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، حتى إن بعض الناس كان حاضرا عند أحد الصحابة وهو يحدث بذلك، فقال له ذاك الرجل الجالس من التابعين، قال لا يكفيني صاع، فالتفت إليه غاضبا وقال قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الغسل من الجنابة أيضا ينبغي الإنسان أن يعتني بالسنة فيه، وأن يتمضمض وأن يستنشق. يعني نفرض أن إنسان قال أنا ما أريد أن أتوضأ وضوءا كاملا، أنا أريد أغتسل بسرعة، نقول إذن يجزئك أن تعمم جسدك بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فهذا يحل لك الصلاة بعده أيضا. وهنا مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الناس. الآن يا جماعة لو إنسان اغتسل ليس من الجنابة، اغتسل اغتسالا عاديا، فهل يجوز له بعد هذا الاغتسال أن يصلي أم لا يجوز له ذلك؟ تعلمون أنتم أن الاغتسال من الجنابة معناه الاغتسال من الحدث الأكبر، والاغتسال من الحدث الأكبر يرفع معه الحدث الأصغر فيجوز له أن يصلي. لكن كلامنا هنا ليس فقط في مسألة الجنابة، كلامنا لو كان إنسان يغتسل اغتسالا عاديا يتنظف مثلا من عرق أو يتبرد أو نحوه، هل يجوز أن يصلي مباشرة؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز له أن يصلي، وذلك لأنه لا بد أن يرتب أعضاء الوضوء،
فإذا انتهى من التروش أو انتهى من الاغتسال هذا للتبرد يذهب ويتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك إن شاء أن يصلي صلى. طبعا الغسل من الحدث الأكبر أيها الإخوة والأخوات يعني أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وربه، وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن ينستر عن الناس، فإن الله حي كريم. الاغتسال كما ذكرت من الحدث الأكبر، هو من جملة الأمانات، والإنسان الذي لا يغتسل من حدثه الأكبر لا شك أنه على ضلال، وصلاته لن تقبل، ومشكوك أيضا في بقية عباداته إذا كان يتعمد عدم الاغتسال. طيب لو كان إنسان يا جماعة ليس عنده ماء، فإنه يشرع له أن يتيمم كما قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم قال بعد ذلك: وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ماذا تفعلون؟ فتيمموا. إذا وجد الماء بعد ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. اليوم الذي الموضوع الذي معنا اليوم هو في أحكام التيمم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى فاتطهروا يعني فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، طيب ماذا نفعل؟ قال الله: فتيمموا صعيدا طيبا. طيب كيف نتيمم يا ربي؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب لماذا يا ربي خففت علينا؟ قال الله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن إذا لم يجد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله، لأن لاحظ قال الله: إن كنتم مرضى طيب أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن كنتم مرضى يعني قد يكون أحيانا الماء موجودا لكنه لا يستطيع أن يستعمله بسبب المرض، أو على سفر قد يكون الماء موجودا لكن قليل، رجل مسافر وليس عنده ماء إلا قليل يحمله لأجل الشرب مثلا والطبخ، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني إنسان يعني تغوط لكنه لم يجد الماء لأجل أن يتوضأ، أو لامستم النساء أو أصابتكم جنابة فلم تجدوا ماء فتيمموا. كيفية التيمم؟ أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ثم يمسح وجهه وكفيه، يمسح باليد اليسرى على ظهر اليد اليمنى ثم باليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى. هذا يا جماعة كيفية التيمم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التيمم ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، يكفيكم فيه هذا الحديث الذي معنا والآية: فتيمموا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. إذن التيمم من خصائص هذه الأمة. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي فعنده مسجده وطهوره. طبعا التيمم أيها الإخوة والأخوات هو بدل عن الطهارة بالماء، ولا يعني عندما نقول بدل عن الطهارة بالماء أنه لا يستعمله إلا من كان فاقدا للماء، لا، قد يكون الإنسان أحيانا يعني واجدا للماء لكنه مع ذلك لا يستطيع أن يستعمله، إما لا يستطيع أن يستعمله بسبب المرض، مثل لو إنسان فرضا مثلا أصابه شيء من الاحتراق مثلا في يديه مثلا أو في يده أو في رجله أو نحو ذلك، أو مثلا في جلده حساسية من الماء، أو وضع مثلا دواء معين، وضع كريمات على يده أو مراهم، فيقول: يا جماعة أنا ما أستطيع أني أتوضأ مثلا فأزيله بالماء، نقول له في هذه الحالة تيمم، يتيمم. وإذا كان التيمم يضره أيضا المريض يسقط عنه الوضوء والتيمم. إذا قد يكون مريضا أو قد يكون يخاف من المرض، مثل لو إنسان فرضا في بر نائم واستيقظ فإذا البرد شديد ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يغتسل، يخشى إن توضأ أو اغتسل أن يلفحه البرد وأن يصيبه يعني مرض شديد، فمثل هذا الحال إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يغتسل يسقط عنه الوضوء والاغتسال، فكيف يتطهر للصلاة؟ يتيمم. لكن ينبغي يا جماعة لا يكون الإنسان أيضا يعني متساهلا، بعض الناس إذا رأى بردا شديدا قال: ها أبتيمم أنا أخاف من البرد. لا، ليس المقصود البرد العادي، يعني البرد اليسير ليس المقصود العادي، المقصود البرد الشديد جدا الذي يخشى الإنسان أن يلفحه الهواء، لأن التيمم رخصة لا تكون إلا لمن احتاج إليها. أحيانا ليس عنده آلة الماء،
يعني أحيانا يكون مثلا في بر وعنده بئر لكن ليس عنده حبل لأجل أن يخرج الماء بالدلو مثلا، فهذا يتيمم. أن يكون مثلا عنده مثلا ماء قليل يحتاج إليه، نفرض أنهم في بر مع أولاده فقال يلا يا جماعة سوف نصلي أعطوني ماء للوضوء، قالوا ما عندنا إلا ماء قليل في مثلا مطارة كبيرة أو في جركل أو نحو ذلك ونحتاج إليه لأجل مثلا الطعام أو لأجل الشرب، فعندها يتيمم ولا يلزمه أن يتوضأ. أحيانا قد يجد الماء، قد يجد الإنسان ماء يكفيه لطهارته لكن لا يكفي لطهارته كاملة. يعني نفرض أن إنسان فرضا كان في بر فرضا وعنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي لأجل الطهارة كاملة، نفرض أن هذا الماء مثلا قليلا وأن هذا الماء قليل ويكفي فقط لأجل الوضوء، ففي هذا الحال إذا أصابته جنابة هل يجب عليه أن يغتسل بهذا الماء مع أنه لا يكفيه أم يتيمم؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف. ذكر بعض أهل العلم أنه يجب أن يغسل به ما استطاع من جسده والباقي يتيمم عنه بنية رفع الحدث عن هذا الباقي. أما إذا كان هذا الشخص لا يعني ليس عنده من الماء ما يكفيه أصلا فإنه يتيمم مباشرة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الإخوة والأخوات، نفرض أن هذا الشخص عنده حروق بحيث أن هذه الحروق أثناء وضوءه لا يستطيع أن يغسلها لأنها حروق ولا يستطيع أن يمسح عليها لأنها موضوع عليها مراهم وطلب الطبيب منه أن تبقى مكشوفة حتى تجف وتشفى ونحو ذلك. ففي هذا الحال ماذا يفعل؟ في هذا الحال يجمع بين الوضوء والتيمم، فإنه يغسل الذي استطاعه من جسده، يغسل مثلا وجهه، يغسل رأسه، كل شيء يغسل ما استطاع، ثم تبقى هذه المناطق لم يأتيها ماء، فعندها إذا انتهى يتيمم عن هذه المناطق التي لم يأتيها الماء. يدل على ذلك أن أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مرة في سفر، في أثناء سفرهم أحدهم يعني شج رأسه شجة، يعني أصابه ضربة في رأسه فيعني نام، ثم لما نام أصابته جنابة وهو نائم. لما أفاق من منامه رأى الرجل نفسه فإذا عليه جنابة، فسأل الذين عنده قال يا جماعة أنا أصابتني جنابة هل تجدون لي رخصة أني أتيمم؟ بدأوا يفكرون ثم التفتوا إليه قالوا له لا والله لا نجد لك رخصة، ما دام أنك عندك ماء يلزمك أنك تغتسل. قال يا جماعة طيب ما أستطيع أغتسل أنا رأسي مفتوح. قالوا المهم ما نجد لك رخصة. قال الراوي فاغتسل هذا الرجل فمات، اغتسل فدخل الماء إلى داخل رأسه ومات. عاد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه بالقصة، قالوا يا رسول الله كان معنا فلان وقد يعني اغتسل وكذا وأفتيناه أنه يجب عليه أن يغتسل ومات. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، اللي ما يعلم المفروض يسأل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه عصابة ثم يغتسل ويتبعدها يتيمم عن هذه العصابة. قال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكفي. بقي الكلام حول مسألتين مهمتين. ما هو التراب الذي يجوز أن يستعمل في التيمم؟ ذكر أهل العلم أيها الإخوة والأخوات في صفة التراب، ذكروا قالوا أن يكون له غبار، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل بقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا الصعيد هو أن يكون إذا ضرب الأرض تصاعد الغبار، هذا ذكره بعض أهل العلم. وقيل إن معنى الصعيد الوارد في الآية هو كل ما على الأرض، كل ما كان صاعدا فوق الأرض فهو صعيد، لذلك جاز أن يتيمم بالتراب، جاز أن يتيمم بالرمل، جاز أن يتيمم بالصخور، لو عنده صخرة يجوز أن يضرب عليها يتيمم، يجوز أن يتيمم بأي شيء. وهذا عموما هو الراجح في هذه المسألة. إذا فرج أصابعه للتيمم، وهي المسألة الثانية كيفية التيمم، أن يضرب بيديه منفرجتين أصابع ثم يمسح وجهه بباطن كفيه ثم يمسح باليد اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، كل ما كان مفسدا لطهارة الماء أفسد طهارة التيمم. التي يفسد طهارة الماء تقدمت معنا نواقض الوضوء كالخارج من السبيلين من صوت أو ريح أو بول أو غائط. بعدما ينتهي من التيمم
يسن له أيضا أن يقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، فإن هذا يجوز له أن يقوله حتى بعد تيممه، وذلك لأن التيمم هو بدل في الحقيقة عن الوضوء. متى شرع التيمم أيها الإخوة والأخوات؟ شرع التيمم كما في صحيح البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من سفر مع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يخرج إلى سفر أو أن يخرج إلى غزوة كان يقرع بين نسائه. المهم في مرة من المرات وقع السهم على عائشة رضي الله عنها فخرج بها. في أثناء طريق عودتهم إلى المدينة مضت عائشة لأجل أن تقضي حاجتها فضاع عقد لها، فجعلوا يبحثون عنه، وحضرهم وقت الصلاة وليس عندهم ماء، فبدأ الناس ينظرون يا جماعة طيب ما عندنا ماء كيف نتوضأ، ولم يكن التيمم نزل حكمه إلى الآن. يا جماعة كيف نتوضأ؟ أقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة وجعل يضربها يعني من غير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حبستينا يعني أخرتينا عشان عقد، أخرتينا لأجل عقد. فنزلت آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالت عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للناس فتيمموا. قالت ثم تيمموا وانتهوا، ثم بعثنا البعير. خلاص يأسنا ما وجدنا العقد، بعثنا البعير، ركبت على البعير وأقمناه لأجل أن أمشي فإذا العقد تحته. هنا مسألة أيضا بقيت معي، لو كان يا جماعة في مكان ليس عنده ماء ولا تراب، نفرض إنسان في طائرة أو في قطار مثلا وأراد أن يصلي، بحث عن ماء ما فيه ماء فرضا، وبحث عن تراب لن يجد ترابا في الطائرة ولا في القطار، ففي مثل هذا الحال كيف يصلي؟ في مثل هذا الحال إذا لم يجد الماء ولا التراب الصريح يأتي إلى أكثر مكان يجتمع فيه التراب في الممرات مثلا، ويضرب بيديه على هذا المكان ثم يمسح وجهه وكفيه بنية التيمم.